اللي اعلم جيدا ومن تعاملي مع حضرتك في الفتره اللي فاتت انك مطلع في مجالات العلاقات العامه والتسويق وكل الامور المتعلقه بهذا الجانب من الحياه. ازاي قناه الاهلي في تصورك، وحضرتك كمان بتحظى بثقه مجلس الاداره، واعتقد انك بتطرح مقترحات كثيره تناقشها مع المسؤولين في النادي واولهم كابتن محمود الخطيب، ازاي القناه بلغه البي ار العلاقات العامه تعمل علاقات عامه افضل مع المجتمع المصري ومع الجماهير المصريه والعربيه في الفتره الجايه وتتواصل بشكل اكثر اتساعا معاها؟ والله حضرتك قناه الاهلي محظوظه، لان اصلا هي مبنيه على جماهيريتها من قبل ما على 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 مشاهده غير عاديه. يعني النهارده احنا طول عمرنا كنا اول ما بنروح البيت بنتفتح على قناه الاهلي وتسيبه وبتعمل اي حاجه في الدنيا بس قناه الاهلي شغاله. فده مش موجود. نستثمر ده ازاي؟ نعم، نستثمر ده بشكل افضل ازاي في الفتره؟ تستثمر انك انت يبقى في حوار مع جماهيرك، وانك انت يبقى في انتر اكشن. يعني النهارده لازم النهارده يبقى في برامج فيها ان الجماهير بتشارك فيها، تواصل يعني مباشر مع الجمهور بالتاكيد. يعني انت النهارده ممكن جماهيرك هي اللي تختار احسن لاعب في المباراه، ممكن جماهيرك تختار احسن فريق في المباراه في في في, في الشهر مثلا. ممكن النهارده جماهيرك يبقى لها دور اكبر كتير في توجيه واتخاذ قرار. احنا بنشوف مثلا على الفيسبوك لو احنا بتلاقي شباب صغير عنده افكار في منتهى الجمال، فمن الممكن النهارده ان احنا بنفتح القاعده دي وبناخد مقترحات وبنتحرك. بس هو مهم النهارده طبعا الدور الاهم دلوقتي في الوقت الحالي للقناه قبل التسويق هي اعاده الرشد للجمهور واعادته الى التراك الصحيح. يعني بمعنى ايه؟ الجمهور النهارده يعني ساير، يعني للاسف بقاله فتره طبعا من واقع الاحداث اللي جت مرت بالدوله في فتره من فترات والثورات والكلام ده كله، ففي حاله موجوده. الحاله دي اثرت على النادي الاهلي وعلاقه جماهيره معاه. بمعنى ادي لحضرتك مثال، انت امبارح طبعا مهم اننا نعرف امثله. امبارح احنا كنا بنحتفل بماتش 3-2 بتاع سنه 85. القرار بتاع سنه 85 ده، هل انت متخيل النهارده رد فعل لو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ هذا القرار النهارده؟ ده تحصل ثوره. يعني اللي انا عايز اقوله، علشان انت النهارده تروح تلعب الزمالك بفريق تحت 18 سنه وانت عندك فرقه فيها الخطيب ومصطفى عبده وطارق ابو زيد والكلام ده كله، وتستبعد النجوم كلهم، تستبعدهم وتروح تلعب فريق تحت 18 ماتش خروج مغلوب في الكاس ومع الزمالك كمان كده، مع الزمالك والزمالك ايه كان في الفتره دي، ده اقوى فريق ظهر للزمالك. يعني هل يا ترى رد الفعل كان هيبقى قبول بهذا الشكل زي سنه 85؟ يعني انا عايز الجمهور يراجع نفسه ازاي النهارده ده كانت العلاقه، الجمهور اتعاملت مع ده وهم رافضين القرار في الوقت ده طبعا، لكن في حدود المقبول. انا عايز اقول لحضرتك تجاوز. احنا نازلين الماتش ده رايحين نتغلب 8، بس انت عليك فرض انك انت تبقى موجود في الماتش عشان الاهلي لما يتغلب تبقى واقف جنبه. يعني احنا عندنا منطق مختلف، الاهلاويه غير. بتتمنى الجمهور يبدا يستلهم مواقف من الذاكره ومن المواقف اللي طبعًا احنا مرينا بيها. هو طبعا الناس كلها بتتكلم على ان في تغير والدنيا اتغيرت وفي بس التغير بيكون في الادوات مش في المبدا. بمعنى ايه؟ احنا مبدانا كاهلاويه احنا منظومه، هي منظومه كلها ريسبوندنج مع بعضيها يعني. فلما في قرار مجلس اداره بياخده، طبعا احنا كنا اياميها بنتساءل وازاي وبتاع والكلام ده كله، ولكن انت عندك ثقه في مجلس ادارتك. وخلي بالك احنا دايما متعلمين ان القرارات التربويه بهذا الشكل نتيجتها على طول ربنا بيوفقنا وبنكسب وبيبقى وراها سنين من المكاسب. فاللي انا عايز اقوله مهم جدا ان الجمهور النهارده يبتدي يهدى، لان الوضع يعني الى حد ما محتاج. ازاي نساهم في ده ومسؤوليه مين استاذ خالد؟ يعني النهارده في نموذج في الالتزام وضبط النفس حتى في اشد المواقف من المسؤولين في النادي الاهلي، من رموز النادي، من اعلام النادي الاهلي، وبالتالي كل الجانب اللي بيمثل النادي الاهلي رسميا منضبط وملتزم. ازاي